مؤسسات ودولة قانون، وده اللي الناس بتتكلم عليه. لما لقوا ناس نزلوا من كام يوم قدام نقابة صحفيين وفي عدة شوارع، وانت طبقت القانون فقط او على 25 واحد من 2000 ولا 3000، مش بقول اقبض على 2000 ولا 3000، ولكن على الاقل سيادة القانون هنا فين؟ اي دولة عندها قانون بيطبق على الجميع؟ هل مطلوب النهاردة او بكرة ان انا اي حد ينزل لازم اتكلم بالقانون، ولا ان احنا ينزلوا شوية وبتقعد ايهم بيهتفوا ويرجعوا بيوتهم والكلام؟ ايه الرسالة اللي عايز تقدمها للشعب انت كدولة؟ احنا بالنسبة لكل مؤسسة سواء وزارة الداخلية او المؤسسة، هي بتقدر الموقف ووفق رؤيتها الوطنية، ولكن احنا ضمنا كمثقفين او كعلماء أن نوجه الناس ضمن في التوعية بخطورة الانسياق خلف الفوضى، الانسياق خلف الدعوات الهدامة، وبنأكد على اللي أكدنا عليه أن الدعوات أن الوطن الآن ووضع مصر الآن لا يحتمل أي لون، لا من ألوان الفوضى ولا من ألوان الهدم ولا من ألوان تعطيل المسيرة. تميزوا أيها الناس، والمسألة من يحاولون امساك العصا من المنتصف سينكشفون ان اليوم وان غدا. محتاجين جميعا ان نكون عند حسن الدعوة والتي دعا اليها السيد الرئيس لاصطفاف الوطني بمعنى الكلمة. الاصطفاف الوطني يعني ايه؟ كل شيء يمكن ان يعطل مسيرة البلد، كل شيء يمكن ان يعطل مسيرة التنمية، كل شيء يمكن ان يعطل مسيرة الانتاج، كل شيء يمكن ان يضر بسمعتنا الداخلية او الخارجية فيعطل مسيرة الاستثمار والاقتصاد بما يعود على عامة الناس وبخاصة على الناس الذين لا علاقة لهم بهذه التجاذبات بالسلب، ينبغي ان نبتعد عنه. كل ما يمكن ان يصل الى الفوضى او الى الهدم او يحقق مخططات الاعداء او يسهم في تمريرها، ينبغي ان نقف له جميعا، كل الجميع، سواء مؤسساتنا النيابية، القضائية، الإعلامية، المثقفين، الدعاة، أن نقف له بالمرصاد بوضوح ودون إمساك للعصا من المنتصف. وأنا بأكد أن احنا ضلنا كدعاة ومثقفين وعلماء أن نؤكد على خطورة الفوضى، خطورة الدعوات الهدامة، خطورة المرحلة التي نمر بها. يجب أن نعمل على تماسك هذا البلد، وأن نقف صفا واحدا قويا خلف قيادة سياسية انتخبها الناس، ورجل من الله به علينا برؤية ثاقبة. كما أكد، لا يمكن أن أفرط في بلدي ولا في ذرة منها خلف السيد الرئيس الذي ليل نهار يبذل جهده. ونعلم الآن أن مصر الآن وضعت موضعا صحيحا على الخريطة العالمية، فمن يتابع الزيارات الآن ووضع مصر الخارجي وثقلها الخارجي، سواء في زيارة الملك سلمان وتبع زيارة السيد الرئيس الرئيس الفرنسي. ثم النائب المستشار الألمانية الشيخ محمد بن زايد، هناك عدد يعلم أن وضع مصر ومكانة مصر وضعت على المكان الصحيح. ثم أنك بتتعامل مع هذه الدول الآن ليس من موقع التبعية، لا، من موقع الندية ومن موقع الاحترام المتبادل. الناس يعرفون ثقل مصر واهميتها للمنطقه واهميتها للعالم. احنا نريد ان يعرف ابناء مصر وضع وثقل هذا البلد. ثم ايضا ما تواجهه القوات المسلحه على الحدود، خاصه على حدودنا، في كل الحدود الان ربما لم يلتفت